تسمي نفسها معارضة. هناك أيضاً معارضة وطنية في الوطن، لماذا لم تدعى؟ يجب حتى يكون الحوار أشمل، يجب دعوة أوسع شريحة من المعارضة ومنظمات المجتمع المدني إلى الحوار لكي يكون بناءً ويشعر الجميع أنهم مشاركون في صنع المستقبل. قال بأن هذه مسؤولية الدولتين المبادرتين إلى هذا الحوار. قلت له وهي مسؤولية الأمين العام، لأنني أعلم أن معظم هذه المعارضة استغربت عدم دعوتها إلى هذا الاجتماع. لذلك ما زلنا نأمل ونصر على الحوار مع أوسع شريحة ممكنة مقنعة من شعبنا. وهذه نقطة جوهرية، عندما يحضر هؤلاء سنسعى بكل جهدنا حتى ينقل هذا الحوار إلى سوريا. الحوار البناء يجري تحت سماء الوطن. أخيراً حتى لا أطيل عليكم، نحن وفد الجمهورية العربية السورية عائدون إلى وطننا لنضع شعبنا وحكومتنا بتفاصيل كل ما حدث. وهنا لا بد أن أشيد بوعي شعبنا الذي أعرب عن دعمه ووقوفه إلى جانبنا بكل ما قمنا به بكل الوسائل، الأمر الذي شد من أزرنا. وهنا لنكون على مستوى المسؤولية الكبيرة التي حملنا إياها الشعب السوري الكريم. وشكرا. ما بدي أسمعه. شكرا رانيا ذنون الإخبارية السورية. معالي الوزير، لطالما تحدثتم عن واقع المعارضة المتواجدة أو الائتلاف المتواجد هنا في جنيف، لو لم يحصل تغيير على واقع هذه أو هذا التمثيل، ما أنتم فاعلون؟ هل ستعودون في ظل هذه الظروف في جولة ثانية للمحادثات؟ نحن في الواقع نمثل هموم ومصالح شعبنا. إذا وجدنا أن هذا مطلب وكان التوجيه أن نعود فسنعود. تمام. شكرا معالي الوزير موسى عاصي من قناة الميادين. إذا استمر الحوار على هذا الشكل ومن دون أي نتيجة، لماذا إذن الاستمرار به؟ ثانيا، ألا ترى أنه يجب إعادة النظر ربما بجنيف واحد ككل ليتساوى مع المفاوضات الجارية في هذه الفترة؟ شكرا معالي الوزير. يعني لابد أن أعترف بأن جنيف واحد كوثيقة وضعت في غياب السوريين، وفي جنيف واحد ما زال هناك خلاف على تفسير بعض الفقرات بين الولايات المتحدة والاتحاد الروسي، لكن هذا هو الواقع أمامنا. ونحن قلنا جاهزون أن نناقش جنيف واحد بنداً بنداً، وليس هناك ما يجعلنا نتردد في النقاش. أما أن نعيد النظر بالحضور أو لا، كما قلت، أينما تكمن مصلحة الشعب السوري فنحن خدام لمصلحة الشعب السوري. Yes, Jan Habermann, I write for Tagesspiegel Berlin. Minister, please, can you tell us when are you able to tell us whether you get back to Geneva or not?
What date? Is it tomorrow or Monday or Tuesday? You know, time is running out. We have only a couple of days left before you should or supposed to meet again. عندما اتفقت مع السيد الإبراهيمي عندما نحصل على التوجيه اللازم سوف أتصل معه وأخبره بهذا التوجيه. ريتا ضو، أجنس فرانس بريس. معالي الوزير، أعلن وزير الإعلام السوري اليوم أنه الوفد الحكومي السوري لن يقدم أي تنازل لا في هذه الجولة ولا في الجولة المقبلة. لما التفاوض إذن؟ وهل التنازل المقصود هو فقط ما يتعلق بمطلب الطرف الآخر حول الرئيس بشار الأسد أم تنازل بالمطلق؟ أننا لن نتنازل عن ذرة تراب. أما موضوع مقام الرئاسة فأنا أؤكد لك، لا وثيقة جنيف واحد ذكرت هذا الموضوع، وأنا قلت في مونترو لا أحد يستطيع أن ينوب عن الشعب السوري في تقرير من يقوده. النقطة الثالثة، مصير من يقود سوريا في يد الشعب السوري. معالي الوزير، أنا محمد بلوط من صحيفة السفير اللبنانية. اليوم وزير نائب وزير الخارجية الروسي جنادي جاتيلوف قال بأنه يتوقع أن يكون موضوع الهيئة الانتقالية مطروحا على بساط البحث في الجولة المقبلة، يعني في العاشر من شباط إذا ما انعقدت هذه الجولة. يعني هناك انتظار إذن أن يكون هناك ضغوط روسية جديدة عليكم، ألا يعد ذلك تباعد في سلم الأولويات بينكم وبين الحليف الروسي؟ وهل كان ذلك منتظر؟ وهل ستستجيبون لهذه يعني هذه الضغوط مع أولا، موضوع الهيئة الانتقالية أو الوزارة الانتقالية هو في صلب بيان جنيف، وهو ليس البند الأول، البند الثامن على ما أعتقد. ونحن لم نقل في لحظة من اللحظات أننا لا نناقش هذا البند. نحن بلد لديه دستور ولديه قيادة وحكومة ومؤسسات، ولذلك نحن جاهزون لمناقشته، ولكن لابد لمناقشته أن نعرف هوية الطرف الآخر، هل هو سوري أم لا؟